اليوم عم نعيش حالة من الحصار التكنولوجي، حرب تكنولوجية على كل شخص عم يدعم القضية الفلسطينية ويرفض جرائم العدو الغاشم. وعلى الرغم من أهمية مواقع التواصل الاجتماعي كسلاح لتقديم الرواية الفلسطينية العربية للعالم العربي، إلا أنه السياسة الغربية عم تسعى لحجب وطمس الحقيقة والواقع عن طريق السيطرة على خوارزميات السوشيال ميديا وحجب جميع البوستات يلي عم تتحدث عن معاناة الأطفال الفلسطينيين. فلو ما كان لصوتكم أثر ولو ما كانت كلماتكم مسموعة، ما كانوا لجأوا لهي الأساليب لحتى يطمسوا هي الحقيقة ويحجبوها ويعتموا عليها. نحكي أكثر مشاهدينا على خوارزميات السوشيال ميديا بالفيسبوك والإنستغرام. بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم الأستاذة صبا منذر منصور، ماجستير إدارة أعمال ومختصة أيضا بإدارة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. يسعد صباحك أستاذة صبا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كيفك اليوم؟ تمام، اهلا وسهلا. ان شاء الله هيك دائما بنبقى بخير وبنقدر عن جديد نشعر بهذا الخير هيك عم ينبع من قلوبنا. اهلا وسهلا فيكي سيبا. اليوم عم نحكي عن سياسات عم تتحكم فينا عبر فضاء، عبر صفحات خلينا نقول اجتماعيه بالاسم، ولكن هي عملت تفرقه اجتماعيه بين الناس. ولكن وقت بنقول خوارزميات اليوم، خلينا نقول شو معنات هاي الكلمة، مصطلح خوارزميات لليوم، وهي نفسها ممكن تكون تشمل كل التطبيقات أو بتختلف من تطبيق لآخر. هلا لحتى نحكي بتفاصيل موسعة عن الخوارزميات، أنا لحتى حأعطي مثال أنا يوضح معنى كلمة خوارزميات. أنا لحتى أرفع نسبة وصول منشوراتي لتصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين ومن الناس، أنا بدي أتبع شروط الخوارزميات، واللي هي بتنص على أنه أنا ما بقدر أنشر أي محتوى سلبي أو أي كلمة تدعو للكراهية أو الإساءة لأي شخص آخر، لأن حتما الحساب اللي نشر هذا المحتوى سيتم إيقافه يعني، أو أنه أنا ما بقدر انشر محتوى فيه له حقوق ملكيه للاخر، هذا الشيء رح يفرض قيد على حسابي انا، واقدر انا اني ما عاد اقدر انا اني استخدم هذا المحتوى. صحيح. اللي انا نشرته. تمام، هذا الشيء هي هي الخوارزميه اللي انا ممكن اتبعها لحتى اكون انا لحتى اعمل وقايه من الحظر. انا هذا الشيء طبعا اكيد بيختلف من تطبيقات لاخرى. اليوم ما عم نحكي فيسبوك فقط، عم نحكي على كل مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء بيختلف حسب المساحة أو حسب المحتوى اللي أنا بدي أنزل عليه. نعم. يعني المنشور أو المنشور تبعي الخوارزمية مرتبطة بالمحتوى، يعني أنا الشروط تبعي وقت بدي أنزل بوست على بيج على صفحة عامة مختلفة تماما عن الشروط اللي ممكن أنا أتبعها لنزل ستوري خاصة فيني. هذا الشيء طبعا بيختلف بين الفيسبوك بين الانستغرام بين التويتر. طبعا. بين عدة تطبيقات. تمام، ويمكن صبا من 7 أكتوبر لحد هذا الوقت بتلاقي نسبة كتير كبيرة من الناس صاروا نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كانوا على الفيسبوك أو إنستغرام، عم يحاولوا قدر الإمكان شو فيهم يعملوا يوصلوا الصورة الحقيقية يلي عم تصير اليوم بفلسطين، ويوصلوا أيضا المجازر يلي عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. طيب، هاي البوستات، هاي الصور، هاي المحتويات، كيف ممكن نحن نحافظ عليها؟ لأنه عم نسمع كتير إنه هاي المحتويات مباشرة عم تختفي والحسابات عم تتسكر كمان. تمام، هلأ هذا الشيء، هلأ نحن ما فينا ننكر أنه في معركة موازية للمعارك الميدانية. تمام. اللي عم بتصير للحرب اللي عم بتصير بغزة وبفلسطين، في معركة حقيقية عبر السوشيال ميديا. يعني هاي المعركة نحن لابد من أنه نتعامل معه. أي محتوى عم يتم إيقافه نحن بنقدر نحتال على هاي البوستات أو على هاي القيود اللي عم تنفرض علينا. كيف بدنا نحتال؟ ممكن لنعطي مثال. تمام. ممكن نحن عبر الفيسبوك ما ننشر الكلمات اللي من الحظر عليها دائما واللي هي فلسطين احتلال اسرائيلي. هاي الكلمات حساسه جدا، انا لربما اقطعها على هاي الكلمات، ما اكتبها بشكل متصل، افصل كل حرف عن الاخر، اعمل سبيس من خلال نقاط او رموز معينه او سمايلات. يعني ممكن انا احل القصه او ممكن اكتب كل حرف بسطر، فانا ممكن انا احمي حالي من هذا القيد. هلا في عندي حل اخر ممكن انا اتبعه، انه في امامي منصات اخرى
للتعبير عن الرأي يعني بخصوص القضية الفلسطينية. لتويتر على سبيل المثال إيلون ماسك فتح أقماره الصناعية صحيح. وأرسل يعني الأقمار هي لأقمار البث لحتى يساعد المنظمات الإغاثية بغزة لحتى أنه هي تقدر تأمن الإنترنت. فهذا الموضوع ممكن أنا ألجأ عبر التويتر لأني أنا أكتب أو أي بوست أو عبر عنه. في عنا نحن كمان يعني طرق تانية ممكن اتعامل معها. رح احكي خلاصة تجربة بمؤسستي بمؤسسة رؤى الحياة الإعلامية. نحن بنتعرض كتير للحظر وبشكل يومي بشكل دائم لانه بتغطية دائمة ومستمرة للأحداث اللي عم بتصير بغزة. انتهاكات سياسة الحماية. فنهدد دائما بإيقاف الصفحة وحتى بإلغاء بشكل نهائي. فنحن الفيسبوك صحيح عم يحظرنا وصحيح عم يفرض علينا قيود جديدة يعني الخصوصية يوميا عم تتعدل. يوميا أنا في عندي خوارزميات جديدة تطرح عبر السوشيال ميديا أنا ما عم بقدر أتعامل معها، لكن الفيسبوك عم يعطيني يعني عم يعطي مشكلة بس عم يعطيني الحل، يعني عم يقول لي تعال حلها أنت، يعني في أوبشنز في خيارات موجودة عندي، بيقول لي إنه أنت إنه تم حظرك بس بيقول لي فيك تقدم اعتراض. فأنا ممكن ألحقه، يعني ممكن أخذ وأعطي معه بإني ألحق هاي التعليمات، ألغي القيد من خلاله، أنه قدم اعتراض بيعطيني عدة خطوات أو مراحل أنا بتبعها لوثق حسابي ولا أثبت له أنه أنا حسابي حقيقي وأنه المنشور ما بيحتوي على أي كلمة مسيئة. بيعطيكي خيارات أسباب الحظر يعني. تماماً بيعطيني الأسباب. فأنا ممكن أعالج هذا الموضوع بإني أتبع هاي الخطوات اللي هو أساساً عم يتح لي إياها، فأنه أنا بعبر هذا الطريق اللي هو اقترح لي. فأنا ممكن كمان بهي الحالة أني أتفادى الحظر. طيب ذكرتي الانترنت الفضائي وشفنا نحن خلال الأيام الماضية أنه تم قطع الانترنت بشكل كامل عن فلسطين، واليوم وجود الانترنت بهذا الوضع جدا مهم. خلينا نقول من الناحية الإنسانية للوكالات الإغاثية لليوم يكونوا متواجدين بالحالات الطوارئ، بعد ما تم القطع راحوا للانترنت الفضائي. هلأ اليوم هذا الشيء هل ممكن يكون فعال على الأرض؟ ويعطي نتيجة؟ بالتأكيد الإنترنت الفضائي هو الحل الأمثل لإنقاذ أزمة الإنترنت بمناطق المنكوبة. الإنترنت الفضائي طبعاً أكيد بالنسبة لتكاليفه بالنسبة لتفاصيله أكيد التكاليف أكيد كتير كبيرة، لكن في لك انه تكاليف انه بس استخدامه مبدئيا يعني لحتى انا يوصل لعندي هذا الانترنت الفضائي في تكاليف كبيره، لكن بالنسبه لاستخدامه هو بيعطيني سرعه اكبر بكثير من الانترنت العادي واوفر بكثير ككلفه. نحن واصل على البيت ما انه شغال ككلفه ابسط بكثير من الباقات اللي نحن عم نفعلها، وهي ليست مرضيه لانه ما عم بتحقق لي ادنى حد من الحاجه يعني للانترنت. فاللي عم بيصير على أرض الواقع بما يتعلق بالإنترنت الفضائي أكيد إنه في واقع سيء عم بيصير، في حرب كتير كبيرة. السوشيال ميديا ساهمت بإظهار الرأي العام المحلي والعالمي بقوة، فهذا الشيء كان إيجابي إنه السوشيال ميديا ساهمت بتوثيق هذا الموضوع. خليني أسألك هون قبل ما نروح لهايدي، اليوم وقت نقول الإنترنت فضائي خلينا نحكي عن آلية التوصيل، يعني أكيد هو فضائي يعني، ولكن خلينا نشرح أكثر اليوم كيف حيدخل على البيوت، كيف حيقدر يستخدموه المنظمات بفلسطين. في تقنية معينة للإنترنت الفضائي واللي هي عبر الأقمار الصناعية. يعني على مبدأ التلفزيون نحن في عنا ألواح معينة أو أقراص معينة بنمددها على ببيوتنا صحيح. فهي بتسمح لهذا البث بأنه يوصل لعنا، بتصل من خلال لابتوبي أو جهازي أنا عبر الخادم اللي بيتيح لي أني أنا أتصل باسورد معينة للجهاز أي بي جهاز أو لابتوب صحيح. فأنا بقدر أتصل فيها لهي الشبكة لأنه هي متاحة يعني هي موجودة، لكن بيلزم أجهزة معينة بس لتوصيلها يعني. تمام. اليوم بتلاقي كتير من الأشخاص عندهم متابعين كتير إن كان على الإنستغرام أو فيسبوك، عندهم محتويات معينة بينشروا فيها أمور مهمة. بتلاقي اليوم هي الأمور بيصيروا يخافوا أن يخسروا حساباتهم. هل يا ترى نحن اليوم إذا خسرنا الحساب نقدر نسترجعه؟ من الأشخاص اللي رح يساعدونا نحن نسترجع حساباتنا؟ تمام. هلا في عدة تفاصيل، حأعطي مثال أنا. إنستغرام منعت بظهور أي فيديو يحمل لوجو تيك توك.
هذا الشيء كان هدفه تحفيزي او تشجيعي لمستخدمين الانستغرام انهم يعملوا محتوى خاص فيهم مختلف عن المحتويات المنصات الاخرى. تمام، فهي التعليمات انا لازم اطلع عليها حتى اتفادى الحظر. تمام، انا ممكن في ارشادات معينه، على سبيل المثال الاسم بده يكون حقيقي مو وهمي، بدي اكد هويتي، بدي اكد صوره خاصه فيي انا كمستخدم فيسبوك او انستغرام او تويتر او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، عبر رقم تليفون، عبر ايميل. في عده خطوات واللي هي مرتبطه بتفاصيلي الشخصيه انا بدي اكدها على الفيسبوك لحتى انا اوثق حسابي بكل مره. في عده حلول انا ممكن احتال على الفيسبوك عليها لحتى رجع حسابي. احيانا الموبايل بيحظروني على الموبايل، انا ممكن افتح حسابي نفسه من متصفح اخر، لابتوب. المشكله تنحل، ممكن من اللابتوب تنحل يعني. فانا بدي كمان قبل ما افتح حسابي من لابتوب او موبايل، انا بدي يكون حسابي موجود على هذا الجهاز مره سابقه، يعني قبل بمره انا بدي اكون مسجله دخول لحسابي على موبايل ثاني او على متصفح ثاني او على لابتوب. فانا لمجرد اني حاولت ادخل من هذا الحساب على لابتوب فبتنحل المشكله تماما، خطوه تاكيد الحساب. وحتى بيسالني يعني انه انت اللي دخلت على حسابك، انت اللي نشرت هذا البوست، بدك تحذفه، بدك تحذفه. في كثير خيارات عم يتيح لي اياها الفيسبوك، انا بقدر حل اي مشكله متعلقه بالحظر. ممتاز. طيب اليوم وقت بنقول فيسبوك ونشر ومنصات، حاليا اليوم معظم الاعمال عم تروح للسوشيال ميديا والمنصات. اليوم ضمن الاحداث اللي عم نشوفها بفلسطين، خلينا نستخدم مصطلح ازدواجيه النشر، يعني اليوم عم نشوف المواقع المعاديه عم تنشر صور، عم تنشر شيء هي عم تصدره لإسرائيل، خلينا نقول نشوفوا شو عم يعمل الشعب الفلسطيني فينا. هدول صور عم يمرقوا، ما عليهم اليوم انتهاكات مثلا؟ يعني هلا هاي المواضيع عم يكون في تضليل بالصور، عم يكون في تضليل بالفيديوهات اللي نزلوا، في تضليل، في كمان في قوة تقنية تتحكم بهذا الموضوع. نحن ازدواجية النشر، خلينا نقول نحن ازدواجية النشر عم تتحكم بهذا الموضوع. ما بنقدر نحن نوعا ما بنقدر نوقف هذا الشيء. ممكن نحن نلجأ لمواقع تواصل اجتماعي، للتويتر يعني، نعتبر فينا نشوف هدول الفيديوهات. تمام. يمكن شفناها بالفترة الماضية، يعني شفنا فيديوهات نزلت انه اليوم لأطفال هنون فلسطينية تم انه استخدامهم انه الأطفال للعدو، يعني فكان في تضليل بالقصة يعني، ونزلت الفيديوهات بشكل مباح ومتاح قدام جميع الصفحات. يعني ما يرجع أرض الواقع يفرض نفسه بقوة، لكن الأطفال التفاصيل اللي حيسجلوها هي أدق وأصدق بكثير من التفاصيل اللي نشرت. صح. عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الطفل رح يكبر ورح يحكي ويروي كل اللي صار ولو بعد حين. هون بحنا عم نركز على النقطة اللي اليوم إنه الانتهاكات اللي نحن ممكن تحضر صفحتنا هي متاحة لها جهة أخرى. ورغم يمكن كل هذا التقييد بتلاقي لسه الناس مستمرة بنشر هي الحقائق من خلال الستوريات. بتلاقي أي بوست اليوم نحن بنشوفه بنحاول إنه نورجيه للعالم بأكمله. طيب أحيانا بتلاقي ما بننتبه مين الصفحة اللي منزلي هذا البوست، بتلاقي خلص إنه نحن شفنا هذا البوست بنشاركه. طيب هي الصفحة ممكن تأثر اليوم على صفحتي، ممكن تسبب لي حظر، قدمهم ننتبه لهذا الموضوع. أكيد نحن بدنا نكون كتير حذرين بهذا الموضوع، بدنا نعرف وين عم ننشر، من وين المصدر، شو المصدر. يعني اكيد بده يكون المصدر موثوق 100%. بدي يكون انا مطلعه بشكل دائم على كل تحديث للفيسبوك ولخوارزمياته ولشروطه وتعليماته لاعرف انا اتعامل معه. انا حكينا انه نحن بنقدر نتعامل معه بكل الطرق من دون ما ننحظر، بس بده يكون في عنا شويه ثقافه او وعي او فهم بشروط الفيسبوك واستخدامه او شروط السوشيال ميديا بشكل عام كلها. طيب سيبا خلينا هيك بكلمة أخيرة من حضرتك، ما بين السلبي والإيجابي، نصائحك اليوم لكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ضمن الظروف يلي عم نعيش اليوم، كيف قادرين نحمي أنفسنا وكيف قادرين نحمي الواقع والحقيقة؟
تمام. بالتاكيد انا بخبرهم انه احموا حساباتكم كثير منيح، اكدوا حساباتكم بشكل موثوق، استخدموا عده حسابات، عده مصادر لفتح حسابكم لحتى تاكدوا هذا الحساب. نوعا ما اقرا، يعني لهم انه اقراوا جيدا، يعني انه المفروض انه يقراوا تعليمات الفيسبوك اكثر لحتى يفهموا شو الياته وشو التقنيه المستخدمه فيه، لحتى يفهموا شلون ينشروا، لا يعتمدوا على اسلوب واحد، يغيروا الاساليب بشكل دائم. النشر بشكل دائم ويومي، النشر بشكل يومي بيساعد كثير على انه انا يكون حسابي وصوله عالي، يعني وقت انا بدي غيب فتره كثير طويله عن النشر فهذا الشيء بيؤدي لاضعاف الحساب اللي انا موجوده فيه. لحتى يكون حسابي قوي انا بدي انشر يوميا ستوريز، بوستات، مشاركات، لازم يكون في عندي عدد أصدقاء كبير، لازم يكون في عندي مجموعات كتير كبيرة أنا موجودة فيها. يعني في قصص أنا ممكن أتبعها لحتى أنا أحمي حسابي وأقدر أنشر. وذكرتي أنه إحنا لازم ننشر على طول عدد معين من الستوريات من الريلزات، طب في عدد معين اليوم لازم نلتزم فيه نحن اليوم كناشطين على السوشيال ميديا؟ يوميا كحد أدنى المفروض أنا يكون في عندي بوست أو بوستين يوميا، إن كان ستوري أو ريل أو بوست، بأوقات معينة أما بتفرق. خلص أنا بس دائما في أوقات الذروة منقول عنهم، هن بالتوقيت المسائي دائما عم بيكون الساعة 6 الساعة 8، هي أهم الأوقات اللي أنا ممكن نزل فيها، ممكن أوصل لعدد أكبر من الناس بهذا التوقيت. يمكن اليوم المهم أو الأهم بهي المرحلة وقت منقول نقوي حساباتنا، وخاصة خلينا نقول للزملاء الإعلاميين للوكالات الإعلامية، هي نشر الحقيقة، هي الإضاءة على ما يحدث في فلسطين. شكرا لحضورك اليوم، وهيك إن شاء الله المعلومات اللي حكينا فيها تصل للأشخاص بالشكل الصح وبالسلامة، إن كان النفسية والجسدية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أكيد لكم مشاهدين. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا.